هذا البرنامج برعاية بورصة الكويت، قصة نجاح. المركز، كلمة ثقة. بيت التمويل الكويتي. أهلا بكم في حلقة جديدة من عين على الكويت. سجلت أسعار النفط العالمية قفزات كبيرة خلال الأيام الماضية لتصعد إلى أفضل مستويات لها كانت عليها قبل حوالي 14 سنة، وكان للنفط الكويتي من هذه المكاسب نصيب. ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 120 دولار للبرميل يعني أن تتطلع الكويت إلى عودة الفوائد المالية وإلى الاسترخاء الاقتصادي، لكنه قد يعني ضمنا تراجع أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي طرحت بقوة خلال سنين العجز. النفط في مدار 140 دولار للبرميل، عودة إلى أعلى مستويات سجلها قبل أكثر من 14 سنة، ورغم أن ذلك يتحقق على خلفية حرب مستعرة في مكان آخر، إلا أن ارتفاع الأسعار يعيد ميزانية الكويت مجددا إلى قاطرة الاسترخاء الاقتصادي وإلى النمو وإلى الفوائد. الأزمة الروسية الأوكرانية أحدثت ارتباك في المعروض بالنفط، خصوصا مع وجود العقوبات على روسيا فيما يخص إمداد العالم بالنفط الروسي. فبالتالي وجود شح في المعروض أدى إلى ارتفاع أسعار النفط. قبل الأزمة الروسية كان سعر النفط يتراوح ما بين 65 و 80 دولار. هني العجز في ميزانية الدولة في الكويت انخفض بنسبة 75%. اليوم احنا قاعد نتكلم عن الفائض في الميزانية مع وجود أسعار النفط تفوق ال 120 دولار. الكويت عانت لثماني سنوات من عجز مؤلم في الميزانية بعدما عجزت إيرادات النفط عن تلبية الاحتياجات المتزايدة من الكاش للإنفاق على أبواب الميزانية المختلفة، وهو ما أدخل البلاد في دوامة خيارات سد العجز وتعزيز الإيرادات من أبواب أخرى مثل ترشيد الدعوم وزيادة أسعار الخدمات والتفكير في الضرائب. لكن الآن وأسعار النفط ضعف سعر التعادل في الميزانية، فإن أغلب الخيارات الإصلاحية قد تشهد تراجعا في الاهتمام وليس في الأهمية. أنا ناوي أصلح مالي يعني مالي واقتصادي الحقيقي، نكثت الوعد بمجرد ما ارتفعت أسعار سنة 2018. لذلك الشهادة اللي صدرت عن ستاندرد آند بورز الأخيرة واللي بتكرر من الوكالات الأخرى، أنه مو لأن الكويت غير مرئية ولا لأن الكويت تنقصها الأفكار عشان حل مشكلتها ولا لأن مشكلتها عويصة، لأن الإدارة العامة دون مستوى بكثير، إدارة تبذير. ولعل ملف الدين العام كان أكثر ملفات سنوات العجز إثارة للجدل، فالقانون الذي سعت حكومات إلى تمريره في مجلس الأمة يسمح للدولة بالاستدانة بكلفة منخفضة متى دعت الحاجة، لكن ولأسباب مختلفة واجه القانون معارضة قوية من نواب المجلس، وظل رهين المشاورات واختلاف الأولويات. واليوم بعد ارتفاع أسعار النفط وتدفق السيولة، هل يفقد قانون الدين العام وجاهته وزخمه؟ رقم الميزانية أو رقم أو النسبة للرواتب وللدعوم سترتفع، ستكون الآن حاليا 70% من إجمالي الميزانية، غدا سيصل 75%، إلا إذا يجب أن نكون نحد من مصاريف الدولة، تكاليف الدولة يجب أن نحد منها، يجب أن نخصص القطاعات المختلفة المملوكة للدولة. نبدأ بالنفط، نبدأ بالمصافي. استدامة بيع النفط الكويتي بالأسعار الحالية يعني أن مرحلة من الانتعاش المالي على الأبواب، مرحلة ينتهي فيها الحديث عن العجوزات أو شح السيولة، لكنها لا تعني بالضرورة تحسن الأداء الاقتصادي على صعيد تنويع المداخيل وإدامتها بعيدا عن مفهوم البيع والسحب. ولعل هذا هو التحدي القائم الذي لا ينبغي أن تقل أهميته أو الاهتمام به حتى مع بلوغ أسعار النفط مستويات قياسية. وقد تحدثنا مع الدكتور عصام الطواري المدير الشريك لمكتب نيوبيري للاستشارات الاقتصادية، وسألناه عن مضامين ارتفاع أسعار النفط وعما إذا كان ذلك قد يؤدي إلى تراجع أهمية الإصلاحات الاقتصادية، وعن السبل المثلى لاستغلال زيادة إيرادات الدولة في تنفيذ تلك الإصلاحات. التعافي اللي قاعد نشوفه هو تعافي، إنزين،
نتيجة لأوضاع السوق والأوضاع الجيوسياسية الموجودة في المنطقة، لكن هل هذا انعكاسه على كيفية إدارة المالية للدولة إنزين، أو هل هذا التعافي هو نتيجة لأخذ إصلاحات؟ لا، يعني كان في هناك بعض المبادرات لخفض المصاريف وغيرها، لكن تأثيرها محدود. وعليه إنزين إحنا ما زلنا في حاجة إلى إصلاحات سياسية وإصلاحات مالية اقتصادية التي تعطي خلنا نقول موضوع مفهوم الاستدامة للاقتصاد الكويتي. إنزين. طيب، وأنا من هذه النقطة أسألك عن هذه الإصلاحات، عدد لنا هذه الإصلاحات، هل هي تشبه التي يدور عنها الحديث منذ فترة؟ وهل هذه الإصلاحات في ظل هذا الارتفاع وفي ظل الارتياح من مخاوف شح السيولة أو العجز أو غيره ما تزال لها أهمية واهتمام؟ وأنا أعرف أن الاهتمام غير الأهمية. شوف، احنا لما نشوف وضعنا في الكويت زين، اي اصلاحات يجب ان يكون في هناك اولا رؤيه لماهيه هذه الاصلاحات. اي كويت نريد زين، هل نريد كويت المنفتحه على 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 الخارج، ام نريد الكويت المكتفيه ذاتيا، ام نريد الكويت المنكفئه على حالها والتي ترعى مصالح بس رعاياها؟ ولذلك لذلك لما نعرف احنا اي كويت نريد زين، من خلالها نعرف ما هي الاصلاحات اللي نحتاجها زين. هل نحتاج الى 3 أضعاف عدد السكان المحليين في جانب العمل؟ هل نحتاج الى كل هذا، ام ان احنا راح نعمل على عمليه احلال وتدريب ورفع مستوى؟ إحلال وتدريب ورفع مستوى الكفاءات الموجودة تحتاج إلى إصلاحات في التعليم، إصلاحات في التدريب، إنزين، وهذه تأخذ لها مدى متوسط 3-5 سنوات إلى يمكن 10 سنوات. لكن يعني اسمح لي، أيضا من الأفكار التي طرحت مثلا مسألة أسعار الخدمات، المرافق، التخصيص والخصخصة، فرض الضرائب حتى، الدعوم، كل هذه الأمور طرحت في سنوات العجز في وقت العسر والضيق. الآن بعد أن تحسنت موارد الدولة أو زادت موارد الدولة، هل تعتقد أن هناك رغبة في المضي قدما في تنفيذ هذه الأمور؟ شوف أخي أسامة، هذا الحديث يتكرر كلما شفنا أسعار البترول انخفضت تحت خلنا نقول سعر التعادل لموازنة الدولة، تمام؟ شفناها في الثمانينات وشفناها في التسعينات وشفناها في 2015 وما زلنا نشوفها فيما بعد 2015 وقاعد نشوفها في وقتنا الحالي. كلما انخفضت أسعار البترول الإيرادات الدولة لأن الدولة أحادية الدخل، فنحتاج نبتدي نشوف كيف ممكن نحن يعني نصلح من الميزانية. وكلما ارتفعت وانتعشت إنزين هذه الرغبة انتفت و يعني تأخرت أولويتها. وهذا نرجع مرة ثانية حق نقطة الرؤية اللي هو يجب أن يكون هناك. لما احنا نشوف أن مشروع بناء دولة أو مشروع نمو دولة إنزين لا يتأثر بتغييرات أسعار البترول، بينما يجب أن تكون هاي سياسة واستراتيجية زين. وعليه موضوع الضرائب، الدعوم، الرسوم وغيرها زين يجب أن تدرس ويتم إعادة تسعير الخدمات، بحيث أن احنا ما نقول تقدم بسعرها الحقيقي، لكن يجب أن تخفف حتى نخفف من موضوع الهدر، حتى نحسن نرفع من كفاءة الاقتصاد، حتى نحسن من 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 أداء هذه الخدمات. آخر سؤال وباختصار إذا سمحت، قانون الدين العام. نعم. أيضا يعني ملأ الدنيا جلبا وصياحة، والآن ما عاد أحد يتحدث عنه، هل فقد وجاهته في ظل أسعار النفط؟ لا تستطيع الدولة الاستمرار في السحب من صندوق من احتياط العام وصندوق الأجيال القادمة إنزين إلى ما لا نهاية، وتحتاج إلى أن يكون عندها أدوات مالية التي تعينها على إدارة مالية الدولة من خلال اقتراض داخلي وخارجي.
طبعا بشروط المطلوبة وغيرها الكلام هذا، لكن لا يمكن أن يكون هناك دولة زين تعمل بسياسة مالية مكتوفة اليد. وعليه قانون الدين العام قانون مهم، قانون جيد، قانون يجب أن يكون أولوية، ويجب أن يعرف ممثلين مجلس الأمة أو النواب أن هذا أنه ليس ورقة سياسية يتم المتاجرة فيها أو التفاوض عليها، ويجب أن تكون هي أولوية بالنسبة للدولة. وبموازاة ارتفاع أسعار النفط وبلوغها قمما تاريخية، تتواصل مكاسب البورصة الكويتية التي أدارت فيما يبدو الظهر لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لتسجل مؤشراتها قمما غير مسبوقة بفضل تدفق الأموال عليها والتفاؤل بأدائها خلال العام الحالي. رغم أن تداولات أسبوع الأعياد الوطنية اقتصرت بسبب الإجازات على جلستي تداول فقط، فإن البورصة قدمت في اليومين أداء كان يتحقق عبر جلسات وأسابيع من التداول، وخلال اليومين تدفقت على البورصة سيولة قوية بلغت 200 مليون و7 ملايين دينار، وفيهما ربح مؤشر السوق العام حوالي 3 نقاط مئوية صاعدا بجميع المؤشرات إلى أرقام غير مسبوقة. وجراء ذلك ارتفعت القيم السوقية الرأسمالية إلى أكثر من 46 مليار دينار. كثر ما قدرنا احنا نتعامل بالادوات هذه وزياده بالادوات الماليه، كثر ما تكون فرص النمو بالسوق موجوده. وايضا لازم هم نذكر ان الشركات العامله مع وجود هيئه اسواق المال، وجود الشفافيه، وجود البيانات الماليه بشكل اوضح، اعتقد كلها عوامل متصله مع بعض ادت الى نمو السوق بالكويت بشكل قوي خلال العام. وهذا يعني النمو هذا يمكن يكون اكبر من المعتاد، قد لا نرى نفسه، لكن اعتقد احنا خلال العام راح نشوف ايضا اداء جيد. بس طبعا في مقومات جيوسياسيه، مقومات اقتصاديه. تعود مكاسب البورصة إلى أكثر من سبب ومتغير، منها ارتفاع سعر النفط الكويتي وملامسته حاجز 120 مليون دولار للبرميل. ورغم أنه ليس ثمة ارتباط مباشر بين سعر النفط والبورصة، فإن التأثيرات غير المباشرة يقول المحللون كثيرة وإيجابية، منها أنها تعني اختفاء شبح عجز الميزانية وعودة الفوائد بعد 8 سنوات من الانقطاع، وارتفاع حجم الإنفاق الرأسمالي في منظومة الاقتصاد الداخلي. وسط هذه الضغوط والتوترات الجيوسياسية لا زالت البورصة الكويتية مستقرة، ولا زالت أيضا الأسعار مرتفعة. قد يكون ارتفاع أسعار النفط قد ساعد على تماسك البورصة الكويتية قياسا بأداء الأسواق المالية العالمية، حيث أن أسعار النفط قريبة من 100 دولار اليوم، بالتالي هو لا شك دعم كبير للاقتصاد، للبيئة التشغيلية للشركات المدرجة. ورغم ما ينطوي عليه الملف الروسي الأوكراني من سلبيات، فقد انعكس إيجابا على البورصة الكويتية وبورصات مجاورة، مثلما أدى إلى ارتفاع سعر برميل النفط. ويبدو أن أموالا أجنبية نشطة خرجت من مناطق ساخنة وتحولت إلى أسواق الخليج، ويرى مراقبون أن خروجا محتملا لمؤشرات عالمية من روسيا قد يعني إعادة تمركز ما يقدر ب 600 مليار دولار في أسواق أخرى من بينها بورصة الكويت. طالما حيكون في مبادرات، نحن بنتوقع مبادرات إيجابية، حيكون اليوم تطلع الشركات الأجنبية على الكويت أما المستثمر الأجنبي على الكويت إيجابي. المستثمر الأجنبي لازم يكون عنده استثمارات بالدول النامية، ومنها الكويت، بده يكون عنده أسيت ألوكيشن على الكويت. يرى خبراء أن بورصة الكويت ما يزال أمامها قمم أخرى تحققها، فمسيرة أسعار النفط حسب التوقعات لم تصل ذروتها بعد، كما أن استحقاقات لتنشيط التداولات وتعزيز السيولة أصبحت في مرمى حجر، ونادي الأسهم الدينارية يتسع، وثمة إدراجات قادمة، والجائحة توارت أمام الملف الروسي الأوكراني الذي تحول هو أيضا إلى نقطة لصالح بورصات المنطقة. بعد الفاصل، شركة مباني تعود إلى أرقام ومستويات ما قبل الجائحة، ومشروعاتها قد تحدث قفزة في الإيرادات في 2025 ودق الجرس في البورصة الكويتية،
احتفالا باليوم العالمي للمرأة واعترافا بدورها في تنمية المجتمع. تابعونا. هذا البرنامج برعاية بورصة الكويت، قصة نجاح. المركز، كلمة ثقة. بيت التمويل الكويتي. هذا البرنامج برعاية بورصة الكويت، قصة نجاح. المركز، كلمة ثقة. بيت التمويل الكويتي. أهلا بكم. أقرت عمومية لشركة مباني البيانات المالية للشركة لعام 2021، والذي حققت فيه الشركة أرباحا بلغت 55 مليون دينار. وليد الشريعان الرئيس التنفيذي للشركة قال إن الشركة عادت بأدائها إلى مستويات ما قبل الجائحة، وأن الشركة تتطلع إلى تعزيز إيراداتها بعد تنفيذ مشروعاتها في الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية في عام 2025. يعني احنا رجعنا ما المعدل ما قبل فترة أو الجائحة، ونتوقع المزيد، ونتوقع هناك في جروث خلال السنوات بشكل بسيط، ولكن الجروث الحقيقي هو بعد انتهاء مشاريعنا اللي هو مشروع أفنيوز الرياض، أفنيوز الخبر، جابر الأحمد، جي ثري جابر الأحمد، وعندنا المرحلة الثانية في أفنيوز البحرين. فكلها هذه جت كلها مع بعض، وفي مشاريع متفرقة، فكلها جت مع بعض كلها خلال 4 سنوات القادمة. فنتوقع إن شاء الله الجروث الحقيقي بعد 4 سنوات، ولكن ما يهمنا الآن افتتاح فندق وولد أوف استوريا بالكويت خلال بعد إن شاء الله على عيد الفطر ولا بعدها شوي، وهذا يعطينا إن شاء الله زيادة في الإيرادات وزيادة بالأرباح. سأسألك بالتحديد عن أفنيوز الرياض، يعني انطلق العمل التشغيلي فيه حاليا، حدثنا عن هذا المشروع إلى أي مدى سيسهم في مداخيل وإيرادات المباني. مشروع أفنيوز الرياض طبعا هو ما بين مجمع تجاري وما بين خمس أبراج هي تمثل مكاتب. البرج الأولاني مكاتب وعيادات، البرج الثاني فندق وولد أوف استوريا، الفندق الثالث ريزيدنشل براندد ريزيدنشل، الفندق الثالث والرابع فنادق، متعاقدين مع فنادق. بدأ المشروع من 15/1 الماضي، وطبعا الحفر بادي صار له كم سنة. المشروع المقاول الرئيسي بدأ العمل من 15/1، مدة الإنجاز 42 شهر، تقريبا تكلفته 14 مليار سعودي. اليوم احنا مملوك لشركة شمول اللي احنا نملك فيها 60%، 35% مجموعة الفوزان، و5% مجموعة الشايع. فتأمل خير في وبنفس النسبة أفنيوز الخبر اللي إن شاء الله راح يبدأ الـ هو أوريدي الحين تحت الحفر، مقاول الحفر، نتوقع المقاول الرئيسي يبدأ عمله في الربع الأخير من هذا السنة. المدى الزمني للانتهاء من أفنيوز الرياض أو الخبر بحيث يعني يبدأ بالإسهام الفعلي في الإيرادات؟ نتوقع الربع الثالث من 2025، يعني انت اخر بيصير الربع الرابع، بس اتوقع ان شاء الله نتامل خير على الربع الثالث. يمكن الأفنيوز الخبر يمكن يكون بعديه ب6 أشهر. بالنسبه للكويت ايضا، مفهوم الأفنيوز يعني اخذ في التكريس والتوسع، هل يمكن ان نرى الأفنيوز في المدن الجديده، وخصوصا ان هناك مدن سكنيه جديده تنشا؟ نعم، عندنا احنا عندنا مجمع احنا قاعدين نبني الحين، اوريدي بدأنا في جي 3 اللي هو جابر الاحمد بلوك 3، مجمع سكني 270 وحدة سكنية، ومجمع تجاري اسمه أفنتورا مول في مدينة جابر الأحمد. تقريبا المساحة التأجيرية
تفوق 100,000، 105,000 متر مربع، وهذا ممكن كمان بعد 3 سنوات يخلص إن شاء الله. يعني نفس الشيء نتوقع Q3 Q4 25. لذلك أنا قلت لك سنة 25 بنهاية 25 إن شاء الله راح يكون لها رقم مختلف حق المباني إن شاء الله. وبالنسبة للأيقونة القائمة الأفنيوز، هل من جديد، هل من تطوير، هل من منتجات جديدة، مساحات جديدة، أي شيء جديد؟ والله أفنيوز الكويت إحنا حلبناه، الأرض كلها استغليناها، فما في مجال إن نقدر نبني أي شيء زايد، ونتأمل لمشاريع أخرى في الكويت في تحت الدراسة سواء بالسالمية وفي مدينة الكويت. يا أهلا وسهلا. قرع الجرس في البورصة فعالية سنوية في الكويت كما في عشرات الدول حول العالم للاعتراف بمساهمات المرأة في تنمية المجتمع، وفي الوقت ذاته لتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المرأة في أماكن شتى في مساعيها للوصول إلى مساواة عادلة من أجل مستقبل مستدام. للسنة الخامسة يحتفل بقرع جرس التداول في بورصة الكويت في مشاركة رمزية من دولة الكويت مع اليوم العالمي للمرأة، والاحتفالية تأتي تعبيرا عن الاعتراف بمساهمة المرأة في تنمية المجتمع وتطويره، وتسلط الضوء أيضا على المكتسبات التي حققتها لنيل حقوقها الاجتماعية والدستورية. اليوم قرعنا الجرس في بورصة الكويت تمكينا للمرأة في ظل فعاليات مطولة نحو تمكين المرأة سياسيا اجتماعيا واقتصاديا في دولة الكويت. هذا التمكين يغطي في فعاليته سياسات الخطة الإنمائية لدولة الكويت ورؤية الكويت 2035، كما أنه يغطي الهدف الخامس وتنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة أجندة 2030 الأجندة الأممية. We are here at the Kuwait Stock Exchange to celebrate another milestone for women's empowerment. More and more companies are coming together to sign up for the women's empowerment principles of UN Global Compact to apply them in marketplaces and workplaces. CEOs of the companies ranging from telecommunication, banking, investment, retail, logistics and consulting have shown strong commitment to women's empowerment. Break the bias. Today's women's empowerment is business sustainability for future. الاحتفال أيضا يسلط الضوء على أهمية دمج المرأة في منظومة العمل الوطني وتمكينها من أداء الأدوار المنوطة بها في قطاع الأعمال وبخاصة في القطاع الخاص من ناحية المساواة في الفرص والأمان في بيئة الأعمال وفي عدالة توزيع الحصص والمناصب القيادية. والكويت قطعت شوطا في هذا الاتجاه وبرزت فيها أسماء لمسؤولات ورائدات أعمال نجحن في القيادة وبرعنا في الأداء. لما يكون عندك تحدي حق نفسك هذه بداية طريق النجاح. بعدين دائما يعني لازم تفكر outside the box ولا تقول إن في معوقات، لا تقول إن أنا ما أقدر أسوي. الصعوبات موجودة في عقول العاجزين وليس في عقول الناس اللي عندها المبادرة، الناس اللي تحب تنتج، الناس اللي تبي تكون غير المجموعة اللي حواليها. طبعا التعليم مهم، learning from your mistakes. لا تعتقد ان اذا اخطأت فهي نهاية العالم، اسمح لنفسك انك تخطئ، لما تخطئ راح تكون بداية التعلم. فعالية قرع الجرس في البورصات حول العالم تركز أيضا على التحديات التي تواجه المرأة في أكثر من مكان وبقعة حول العالم، منها ما يتعلق بالتمكين، ومنها ما يتعلق بالحق في التعليم، ومنها ما يتعلق بالمساواة، وهي أمور تنسجم مع مبادئ وثيقة التنمية المستدامة التي يتبناها المجتمع الدولي. تستمر البورصة في جهودها الدؤوبة لاستقطاب وصقل مهارات الكوادر النسائية لديها ورفع معدل التأهيل والدورات التدريبية المخصصة لهن، ونتطلع أن نكون سبباً في توفير فرص متكافئة للمرأة تمكنها من الارتقاء بقدراتها في مختلف المجالات ودعم جهود الشركات لتمكين الموظفات وزيادة مستوى تمثيلهن ومشاركتهن وتشجيعهم على اتخاذ إجراءات للنهوض بأهداف التنمية المستدامة
ودعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بدرجات الشفافية في السياسات والممارسات المتعلقة بتمكين المرأة. يشكل ملف المساواة بين الجنسين لضمان غد مستدام أحد أكبر التحديات حول العالم، وتمثيل المرأة في مستويات صنع القرار في جميع أنحاء العالم يحتاج إلى مزيد من الجهود للوصول إلى مساواة تحفز الأجيال الجديدة على المساهمة والسعي في المشاركة نحو ازدهار الأوطان. وبهذا نصل إلى ختام حلقة الأسبوع. انضموا إلينا في الأسبوع المقبل إن شاء الله في عين على الكويت. هذا البرنامج برعاية بورصة الكويت، قصة نجاح. المركز، كلمة ثقة. بيت التمويل الكويتي.